اليوم الاخوان غادي تشوفوا معنا طونجي تيك اللي ما كيعرفوهاش بزاف الاشخاص، اللي هي مدينه صناعيه موجوده في شمال المغرب. صراحه هذه المدينه عندها افاق كبيره الاخوان، غتشوفوا كاع التفاصيل وفين وصل المشروع. معكم كتبعوا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه على المشاريع. فاذا كنتم جداد معنا ما تنساوش الاشتراك في القناه في البوطونه لتحت اللي كاين الحمراء، وكذلك تفعيل الجرس باش ديما يوصلكم جديد بخصوص قناه على المشاريع. الاخوان ما فيها باس الا دعمتونا الاخوان بالشراكه ديالكم والتفاعلات ديالكم، فكنفرح بزاف لان ما تخسر والو الا شاركتي معنا في قناه ودرتي لايك لهذا الفيديو ده طبعا الى عجبك. فكما قلنا الاخوان، شنو هي طنجاتيك؟ طنجاتيك الاخوان هي واحد المشروع طموح بزاف كيدار في مدينه طنجة، وكيهدف لإنشاء مدينة صناعية تكنولوجيا كبيرة الإخوان. هذا المشروع هذا جاي بتعاون ما بين المغرب والشركة الصينية اسمها هايت. الهدف ديال طنجة تيك الإخوان هو استقطاب الشركات الكبرى من جميع مجالات متنوعة الإخوان، بحال التكنولوجيا والصناعة الإلكترونية والسيارات والطاقات المتجددة الإخوان. فتبارك الله، اللهم بارك. طبيعة الحال علاش اختاروا هذا مدينة طنجاتيك في طنجة الإخوان؟ لحكم أن الموقع ديال طنجاتيك، الموقع ديال مدينة طنجة قريبا من الميناء المتوسطي ديال طنجة الإخوان، اللي كيعطيه واحد الامتياز من ناحية الربط البحرية والتجارية الإخوان. طنجاتيك كيطمح باش يكون واحد من المراكز التكنولوجيا الاقتصادية اللي غادي يساهم في خلق فرص شغل الإخوان وتنمية الاقتصاد المغربي الإخوان. تبارك الله، اللهم بارك. طبعا الإخوان، شحال المساحة الإجمالية ديال المشروع طنجاتيك؟ المشروع ديال طنجاتيك كيغطي مساحة كبيرة حوالي 2000 هكتار. تبارك الله، اللهم بارك. 2000 هكتار اللي مقسمة على 4 ديال الأشطر، كل 500 هكتار عندها تقريبا ما بين 8 سنوات حتى 10 سنين الإخوان كما قلنا. يعني شحال المدة باش يكون هذا المشروع، يعني طنجاتيك واجد بالكامل الإخوان. مدة الإنجاز مشروع مدينة طنجاتيك كيتعتمد على عدة مراحل. المخطط الأصلي كان كيهدف ان المشروع يتكمل على مدى 10 سنوات. المرحلة الاولى طبعا اللي كتغطي الاخوان كما قلنا 500 هكتار كانت مبرمجة باش تكتمل في 10 سنوات الاولى، ومن بعد غادي يتم توسيع تدريجيا لباقي المساحة. هذا هو المخطط الاخوان. بطبيعة الحال هذا النوع ديال المشاريع الكبيرة كيبقى مرتبط بعدة عوامل الاخوان. شنو هما هاد العوامل؟ بحال التمويل، يعني التمويل الإخوان، والطلب الدولي الإخوان، والبنية التحتية. بطبيعة الحال يعني البنية التحتية ضروري كتدوز هي الأولى، وهذا الشيء كيمكن يأثر على المدة النهائية لإنجاز المشروع الإخوان. يعني هذه العوامل كاملة كتفاوت بيناتها باش تعطيك المدة النهائية ديال المشروع طنجاتيك الإخوان. يعني كتبقى ماشية بواحد التدريج، ما كتساليش دقة واحدة. شنو المصانع الاخوان؟ بطبيعه الحال جاوني بزاف ديال الاسئله. هاد المصانع اللي غادي تكون واش غادي تاثر على الساكنه الاخوان؟ هاد المشروع ديال طنجاتيك الاخوان كيستخدم تقنيات حديثه. الهدف هو التقليل، الهدف الاول ديالو الاخوان هو تقليل التاثير السلبي على البيئه. كاين تركيز كبير الاخوان كما قلنا، كبير على استخدام الطاقات المتجدده والتكنولوجيا النظيفه واللي كيعاونوا في تقليل الانبعاثات الملوثه. كاين قوانين صارمه الاخوان في المغرب اللي كتفرض على الشركات تحترم المعايير البيئه. بطبيعه الحال الاخوان خاص المتابعه باش نتاكدوا من التزامات هاد الشركات بهاد المعايير، وبالتالي نقللوا من اي اثار سلبيه الاخوان. كما كتشوفوا الاخوان، تبارك الله، اللهم بارك. يعني الناس اللي كانت عندها فكره يعني مبدله على المشروع ديال طنجاتيك غادي يلوت، لان كما قلنا هذا المشروع هذا فيه منطقه خضراء وفيه مناطق سكنيه، مجمعات سكنيه، وفيه كما قلنا الاخوان يعني مجمعات سكنيه، وفيه مناطق صناعيه الاخوان. تبارك الله، اللهم بارك. شنو النوع ديال الشركات اللي غادي يكونوا في هاد طنجاتيك الاخوان؟ النوع ديال الشركات
طنجاتيك غادي تستقطب انواع مختلفه ديال الشركات الاخوان، خاصه اللي خدامه في مجالات التكنولوجيا الحديثه والصناعات المتطوره. هاد القطاعات اللي غادي تكون فيها تركيز كبير شنو هما الاخوان؟ كما قلنا اول حاجه هي الصناعه الالكترونيه، الشركات اللي كتصنع المعدات الالكترونيه بحال الهواتف الذكيه مثلا، الحواسب والقطع الالكترونيه. ثاني حاجه الاخوان كاينه صناعه السيارات، كما كتعرفوا الاخوان طنجة معروفه اصلا بصناعه السيارات. المشروع غادي يجلب شركات كيصنعوا قطع غيار سيارات والتكنولوجيا المتعلقه بالسيارات الذكيه والكهربائيه الاخوان. كما كتعرفوا الحمد لله يعني المغرب ماشي في تطور كبير. ثالث حاجه الاخوان شنو هي؟ ثالث حاجه الاخوان عندنا الطاقه المتجدده، الشركات ديال الطاقه المتجدده شنو هما؟ الشركات اللي خدامه الاخوان الشركات اللي خدامه في الطاقات النظيفه بحال الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه. كما كتعرفوا هذا النوع من الشركات الاخوان ما فيهم التلوث الاخوان. شنو هي رابع حاجه بطبيعه الحال؟ التكنولوجيا المعلوماتيه، شركات ديال البرمجيات الذكاء الاصطناعي والانترنت والاشياء ديال الاي او ديال الاي اي الاخوان، يعني اللي كتخدم بالذكاء الاصطناعي حتى هي ما غاديش يكون فيها تلوث بطبيعه الحال. عندنا خامس حاجه الاخوان، خامس حاجه الاخوان اللي هي الصناعه الصيدلانيه، كذلك غادي يكونوا الاخوان في هذه الشركه تبارك الله اللهم بارك، شركات اللي كيصنعوا الادويه والمعدات الطبيه الحديثه الاخوان. تهادو تبارك الله غادي يستثمروا في هذه المنطقه طنجاتيك المدينه الصناعيه محمد السادس. عندنا سادس حاجه الاخوان اللي سادس حاجه الاخوان اللي غادي تكون عندنا الصناعه الفضائيه والطيران الاخوان. هاد الشركات غادي يشهدوا تواجد شركات كتخدم في الطيران. فكما قلنا الاخوان طنجاتيك عندها ميزه خاصه بسبب الموقع الاستراتيجي ديالها اللي كيربط بين اوروبا وافريقيا، اضافه لاستثمار كبير من الصين الاخوان. كما كتعرفوا الصين قوه صناعيه كبيرة الإخوان اللي غادي يعطيها دور بارز على الساحة الإفريقية والدولية في مجال التكنولوجيا والصناعة المتقدمة الإخوان. مدينة طنجاتيك الإخوان عندها عدة أهداف طموحة كتسعى باش تحقق مجموعة من الأمور المهمة على المدى المتوسط والطويل. من بين الأهداف الرئيسية كاين أول حاجة الإخوان تحفيز الاستثمار الأجنبي، جلب الشركات العالمية خصوصا الصينية والأوروبية للاستثمار في المغرب، وكذلك خلق شركات جديدة في المجال التكنولوجيا والصناعة الإخوان. عندنا ثاني حاجة هو خلق فرص الشغل، واحد من الأهداف الرئيسية هو توفير فرص الشغل للآلاف المغاربة سواء في القطاعات الصناعية أو التكنولوجيا. عندنا ثالث حاجة الإخوان تعزيز الابتكار التكنولوجي، المدينة غادي تكون مركز للتكنولوجيا الحديثة والتطوير الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. عندنا الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة. رابع حاجة الإخوان عندنا نقل التكنولوجيا، استقطاب شركات عالمية غادي يسمح بنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المغرب، وهذا الشيء غادي يساعد على تنمية الكفاءات المحلية وتعزيز القدرات الصناعية التكنولوجية ديال بلاد الإخوان، لأن المغرب ماشي بواحد الوتيرة صناعية كبيرة. عندنا خامس حاجة، عندنا خامس شيء الإخوان هو طنجاتيك غادي تركز على الصناعات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء اللي كتقلل من التلوث، الحد من التأثير كما قلنا البيئة الإخوان، وتطوير من المدينة الذكية المستدامة. لهذا سمت الإخوان طنجاتيك. عندنا سادس حاجة اللي هي تعزيز المكانة، عندنا تعزيز المكانة على الصعيد، مكانة المغرب على الصعيد الدولي من خلال المشروع المغرب كيطمح يزيد يعزز مكانته كوجهة استثمارية الإخوان كيف ما قلنا والتكنولوجيا في القارة الإفريقية وفي العالم. عندنا سابع حاجه الاخوان شنو هي؟ ربط القارات. مثلا الموقع الاستراتيجي ديال طنجاتيك قريب من اوروبا كيف ما قلنا، وكذلك قريب من يعني من المدن الافريقيه والشرق الاوسط، وهذا الشيء غادي يخلي المدينه طنجاتيك مركز مهم للتجاره الدوليه ولوجستيات الشركات العالميه. هادو هما الاهداف اللي كتعكس رؤيه شامله لتطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو التكنولوجي والصناعي في المغرب الاخوان. هذا هو الملخص ديال مدينه طنجاتيك، حاولت نعطيكم فكره عامه على يعني مدينه طنجاتيك المستقبليه الاخوان. فنتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، نتمنى تكونوا خديتوا فكره عامه على المشروع ديال طنجاتيك. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان معكم هشام الدمير صاحب قناه على المشاريع. فعلاش بكم فيديو ما تبخلوش علينا
في الشركات في القناة. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نهاركم مبروك، سلامة.